في هذا العرض سنعمل على حل القطع الزائد بنفس الطريقة التي اتبعناها مع الدائرة، وسنجد قيود الحل على نقطة قطع محور العينات لخط التماس من منظور M، لكن الآن لدي قطع زائد وعلى إيجاد قيمة M. لنذكر أنفسنا بمعادلة القطع الزائد وهي X تربيع على 9 ناقص Y تربيع على 4 يساوي 1. نكتب هذا هنا، X تربيع على 9 ناقص Y تربيع على 4، هنا Y تربيع على 4 يساوي 1. الآن يمكن استبدال Y تربيع ب Y تساوي MX زائد B التي حصلنا عليها في العرض السابق، حيث Y تربيع كان يساوي كل هذا المقدار هنا. إنه نفس الخط، وتذكر أنه يمكن إيجاد قيدين حل على نفس الخط. سأعيد كتابة نفس الشيء، وما سأفعله الآن هو ضرب طرفي المعادلة ب36، وهو المضاعف المشترك لـ 9 و 4، لأتخلص من كل هذه الكسور، فتصبح هذه 36 تقسيم 9 يساوي 4، أي 4 إكس تربيع، وناقص 36 تقسيم 4 9، ويمكن أن أضع واي تربيع، لكن نعلم أن واي تربيع يساوي هذا المقدار، M تربيع X تربيع زائد 2 MBX زائد B تربيع، وهذا يساوي، تذكر أننا ضربنا كلا الطرفين ب36، إذن تساوي 36. ودعوني أبسطها الآن، وسأفعل نفس الشيء، حيث أننا نعلم أن M و B تتقاطعان مع القطع الزائد في نقطة واحدة فقط، إذا تتقاطع في نقطة واحدة فقط، إذا لدينا حل واحد للمعادلة التربيعية. دعونا نبسطها الآن، هذا يساوي 4 إكس تربيع ناقص 9 أم تربيع إكس تربيع ناقص 18 أم بي إكس ناقص 9 ب تربيع، ودعوني أطرح 36 من الطرفين، ناقص 36 يساوي 0. هذه تربيعية بصورة X. الآن دعوني أجمع العبارات المتعددة. هنا عبارات X تربيع الموجودة هنا، وهي تعادل 4 ناقص 9 M تربيع X تربيع، وعبارة X الوحيدة لدينا هنا هذه عبارة X، إذن هذه ناقص 18 MBX. أما العبارات الثابتة فهي هنا ناقص 9 B تربيع ناقص 9، نعم ناقص 9 B تربيع ناقص 36، وبالطبع هذا يساوي 0. وتذكر أن في العبارة التربيعية إذا أردت أن تجد قيم X فيجب أن يكون لدينا صيغة تربيعية، وسنحصل على حل واحد. إذن الجزء المميز من الصيغة التربيعية سيكون هنا ويساوي 0، إذن B تربيع ناقص 4 AC يساوي 0، وهذا بالضبط ما قمنا به في العرض السابق. إذن لنأخذ B تربيع ناقص 4 AC ثم نضعها تساوي 0، فيصبح لدينا قيود لحل M و B. وتذكر أن B في العبارة التربيعية تختلف عن تلك في نقطة قطع محور العينات، هنا B تربيع هي 18 تربيع M تربيع B تربيع ناقص 4 ضرب 9 أو 4 ناقص 9 M تربيع ضرب هنا ناقص 9 ناقص 9، نأخذ كعامل مشترك B تربيع زائد 4، وأتمنى أني لم أرتكب أي خطأ حتى الآن. إذن هنا هذه تصبح، لو ضربنا ناقص 4 بناقص 9 هذه ستصبح زائد 36،
الآن لتبسيط كل هذا لدينا هنا 18 تربيع، وتذكر أن هذه ستساوي أو يمكن كتابتها على النحو التالي، فهي تعادل هذه 18 تربيع تعادل 2 ضرب 9، إذن 2 ضرب 9 ضرب 2 ضرب 9، أو بطريقة أخرى 4 ضرب 9 ضرب 9، وهذه تعادل 18 تربيع. الآن يمكننا أن نقسم العبارتين، وتذكر أننا نريد كل هذا أن يساوي 0، لذا يمكن أن نقسم العبارتين على 36، وهي نفسها كالقسمة على 4 ضرب 9. إذن في هذه العبارة هنا يمكن أن نتخلص من 4 و9 ونحصل على 9 أم تربيع بتربيع، وسنقسمها على 36 فتصبح 9 أم تربيع بتربيع زائد هذا ضرب هذا، إذن زائد 4 ب تربيع. دعوني أستخدم اللون الأزرق. إذن زائد 4 ب تربيع زائد 16 ناقص 9 أم تربيع بتربيع ناقص 36 أم تربيع ويساوي 0. إذا نحذف هذا ويتبقى لدينا بي تربيع. إذا بعد أن حذفنا يتبقى لدينا هنا بي تربيع عفوا ناقص 9 أم تربيع ناقص أم تربيع زائد 4 زائد 4 يساوي 0. ومرة أخرى يمكننا أن نستخدم، في الواقع لا يمكن أن نفعل شيء هنا، يمكن أن نجد قيمة بي فنضيف أو نطرح هذا من كلا الجانبين ونحصل على بي تربيع يساوي الجذر التربيعي ل 9 أم تربيع ناقص 4. إذن 9 أم تربيع ناقص 4، أو بشكل أصح دعوني لا أتخطى الخطوات، بي تربيع يساوي 9 أم تربيع ناقص 4. لا أدري ماذا يحصل معي، لأتأكد مرة أخرى، بي تساوي الجذر التربيعي ل 9 أم تربيع ناقص 4، هذا صحيح، لنرى ذلك. ففي هذه الحالة يتبقى لدينا، إذا قلنا أن خط التماس للقطع الزائد هو هذا، وإذا كان خط التماس مع الدائرة ستكون بي مساوية هذا كله، دعوني أنسخه ثم ألصقه هكذا، أنسخه وألصقه هكذا. الآن لدينا معادلتين بمجهولين، ويمكن أن نقول أنهما متساويتان. لقد قمنا بإيجاد قيمة M لميل خط التماس هذا، والآن يمكننا أن ننتقل لنجد قيمة B، وسأقوم بهذا في العرض التالي.